ولايه طنطاكيا هي الولايه اللي تعرضت للزلزال بشكل كثير كبير، فصار في من الضروري ان احنا نتدخل سواء باستجابتنا سواء بالاخلاء سواء باي حمله نحن ممكن كنا نشتغل عليها ونعمل عليها في الداخل السوري ان نشتغل لهي المنطقه بحكم ان في تواجد للسوريين. هلا نحن اليوم موجودين بهي الدار او بهذا البيت، تمام، هو القريب على المخيمات الموجوده هون، عم نعمل افطار صائم لاكثر من 600 شخص. طبعا في اشخاص رح تكون لها كنقطتين، نقطه رح يكون موضوع الطاولات والكراسي، تمام، والنقطه الثانيه هو موضوع نقطه استلام طعام رح تكون موجوده. فالسبب اختيار هو قلت لك تعرض هاي الولايه للزلزال، فاصبح الناس الموجودين بالمنطقه يعني خلينا نقول منكوبين، فاقل شيء ممكن احنا نعمل معهم هو حاليا برمضان هو افطار صائم. بعد زلزال انطاكيا المدمر يلي يعني اتى على معظم مدينه انطاكيا وسبب هجرة مئات الألوف من الناس ومنهم اللاجئين السوريين، فنادي حماة افتتح أبوابه من اللحظات الأولى للزلزال، بعد دقائق كان هو ملجأ بسبب طبيعة بنائه، فقدم الخدمات ضخمة جدا، أولا الإيواء، ثانيا النقل، كان في عملية ترحيل وتأمين سفر لمئات العائلات من نادي حماة. طبعا مع تقديم الخدمات الاساسيه من طعام، من في عندنا مستوصف مؤقت، في فريق متطوعي، طبعا نحن كلياتنا بنادي حماه الاجتماعي كمنظمه اجتماعيه نحن متطوعين، اداره وفريق من الشباب ساعدنا يعني قد ما بنستطيع وحسب القدرات الموجوده. طبعا كان رمضان مناسبه قويه لتقديم الطعام للناس والناس بفاقه وحاجه، ف يوميا عندنا على الاقل بين 300 و 400 وجبه ما بين السحور والفطور بتقدموا للناس. طبعا اولا بنستهدف الموجودين عندنا بالنادي المقيمين، زائد الخيم والناس المحيطه فينا كمان بيلتجوا للنادي من اجل الحصول على الطعام. فكان يعني فرصه لتقديم خدمه ضخمه جدا في الوقت الصعب.